ويلي قلبني الله يهديك بغيتي نخدم من جبولي قلبني راحوا راحوا. Hello guys, it's me, Nikki. Hi. Oh my god, no, that's the wrong channel. Hi. لاباس بخير لعائلتها. How is you? How is life? كنحاول ندير فيها موقضة مع جوج الصباح. إذا جوج الصباح واش أنا لابسة قميجة وجين. So hi guys, لاباس بخير. كي دايرين؟ واش كتعاودوا؟ How is you? How is life? Welcome to the second episode of صباح خضاري ورزق ضايع صنايع. الوغ I'll explain. الا كنتي مازال ما شفتيش لا فيديو اللي هي الحلقه الاولانيه ديال هذا الكونسيبت غنديرها لكم هنا هنا. سو هذه لا فيديو ديال اللفت كانت سميتها باقا سميتها الا ما كتاكلش اللفت دز فيديو از فور يو. لا ربي هما كياكلوش اللفت مي ابارمون ورا هذا الفيديو من ورا جوج الصباح هذه جوج الصباح هذه هذا هو مالي. من ورا ما درت هاد الفيديو لقيت بلي بزاف ديال الناس كياكلوا اللفت او ملي مشيت سولت في انستغرام لقيت بزاف ديال الناس ما كياكلوش بزاف ديال الخضر واحد اخرين. دونك سولتكم وعطيتوني خضره ثانيه اللي غادي نجرب داكشي علاش سميتو صباح خضاري. سكو الان سمي المارشي او صباح خضاري. ان ترايز مين كاركتر از القرعه الحمراء. قررت انني في هذا الكونسيبت غنعلمكم كلمات بالفرنسيه حيتاش انا قبل ما نلقى لي غوسيت كيخصني نلقى شنو سميت الخضره بالفرنسي وانا هذاك الدرس ما دخلتش ليه. دونك سميتها سيتروي بالفرنسي سيتروي بامكن. I don't know about you ولكن انا ما عمرني شفت القرعه شي حاجه من غير سكسو. بعض المرات الوالده كتزلق لنا في الصوبه سو دابا قررت انني غادي نشوف واش تقدر تكال شي حاجه اخرى. That's what we're gonna try today. اوكي الوغ جبت اربعه ديال الغوسات اللي قلبت عليهم في الانترنيت غير في الفيديو ديال اللفت بقيت كنسلق لفتايا بلفتايا بلفتايا. دابا غادي نسلق كلشي دقه واحده. الوغ عمرنا شعري ما بغيناش زريبات فيه. التكستور ديالها غريبة هكا حصلت بحال ما عمري دخلت بحال ما عمري دخلت الكوزينة. فيها واحد الريحة بنينة فيها ريحة الفروت ماشي ريحة الخضر. كترو عليا لي غوسيت عرفتي بقيت كنقلب في لي غوسيت بزاف ويتلف ليا محمد ديال البنات طول الدرد. شو حاجة نقولك طيبها الفران قطع على نص دولة بحال هكا خلا طيب ان سكوبيت بالمعلقة ولا بمعلقة وديريها في الميكسور عاد عم درت هاد الصوص هدا وحكم داخل عمركم درتو هاد الصوت واش تكون حكا داخل ديال فمكم تو. وحنا اخرين قال لك غادي تسلقها سلقه عاديه وغتمعسها مع شويه الملحه اند يو نو اش من وحده غادي ندير. يس السهله اللي هي غنحطها تسلق نايس. قرعه بطاطا هاد الماء هاد نو فاكين ايديا. ملي كتبدا فيديو انا لايك او غنكمل من راسي تما كاين كنعرف ايتس غانا جو داون هير غنخزو زعما الارض وغنلوحها هنا حيتاش انا اللي غندوق. تاعي شويه د الماء ويتسلق غير كنزيدو شويه د الملحه انسي بتي بو د الملحه على القرعه. لحمت بورش عليا طاحت شي حاجه مع دابا شحال الساعه ثلاثه قلقسمين برافو في الدار. اوكي سيو فاش هاد الشيء طيب فراسكم بدا كيجيني النعاس. دابا بدا كيجيني النعاس انا فايقه شويه بس شويه بكري بزاف لا شويه غير شويه ماشي بزاف انا دابا فايقه شويه بكري دوك دابا بدا كيجيني النعاس. بدا كيجيني النعاس لدرجه انني دابا انا هاد الشيء اللي كنقول فيه حاسه بصح بحال ما عقلاش عليه ماشي ما عقل عليه بحال ما غنعقلش عليه غدا الصباح. شوف هنا وقولوا لي واش باينه ليكم في الناس حتى ما بقيت كنتسنى هادو يطيبوا وصلت نمشي نتكى شويه هاي حركتها weirdly weirdly it smells good. The first recipe is pumpkin puree ليا زعلوك ديال سميتو جوزيف اللي هي القرعه مسلوقه. اوكي دونك puree
دابا غادي نبدا التجلاخ. اوكي دابا الروينه قال لك غادي نجمع بطاطا خيزو والقرعه الحمراء كلشي داكشي غنمعسو مع شويه بزار ديال الملح. فكوش بوحدنا اللي عندنا فراشت ما كتفهمهمش مناش دازو بعدا مسخه وما عتمال هادو هاد السنين عتمالهم. اوكي نو غناخدو واحد شويه ديال الخيزو مع بطاطا اند واو ها الفاكسين ها الاوتوريزاسيون ها البساله ها السفر ها الناس اللي كيقولوا لك شينا كورونا شويه كيطلعوا كيقول لك في الشمال ها كورونا ها الحبوب الماسك انا دابا قال لك نزيد عليه ملح وبزار. دابا شوف هذا خصو فريمون يبان مزيان شوف فيه وقول لي ما كيفكركش فاش كيكونوا كياكلوا سكسو وكيمعسوه لك في التفصيل كيديروا لك بزاف ديال الخيزو حيت انت باقي صغير كتاكل غير خيزو وسكسو اذن ديس نوستالجيك انا اسمي زدري ني شحال هذاك البلان ديال اللفت فيه ريحه نهار الجمعه هذا قال لي ما كتعرفش. سيكند ريسيبي ماك اند تشيز. ماك اند تشيز هي الشعريه هي المكرونيه هي الفداوش بالفرماج. عرفت شحال جاني النعاس خارين وضاحكين نسيت ما درتش الماء طيب اولا سلقت لي بات ولا ننسى الو غنسلقوا لي بات ونرجعوا. دابا حنايا دابا نديرو دابا حنا في هاد لاشين معروفين اننا كنكملوا من راسنا حتى شي حاجه ما كنديروها كيف ما قالوا لينا ياك. نسيت ما جبتش لي بات كيسحاب لي كاينين غنديرو سباكيتي حيت الماء كان تشيز نورمالمون كدارش في سباكيتي كدار داكشي الاخر بغيت ندير هاد الحاجه ما كنتش غنديرها ولكن دابا انا حيت في الناس كنولي مسمومه فاش كيكون فيه الناس نبداو بتنعصب واحد النوع من الناس. شوف شويه ديك الجهد هادي قربت طيب شغل البات قربوا يطيبوا. دابا غادي نصايب لاصوص عرفتي ولا عندي داك الصوت اللي كيكون عندك في العراسات اللي ما كتعرفش علاش ولا صوصك فحال هكا ما كنتي مع الشيخات ما كنتي مع الطبالات والغيابات ما عندكش حد كان صوتك كيولي هكا داك اللحظه فاش كتشد كرسي كتحطو انفاس مع الكرسي شغل الكرسي كيكون فحال هكا يكون كتلاقيهم وكتكا في هذا وكتحط رجليك في الجهه اخرى. اه لا ولا واقيلا هذيك غير انا اللي فيها متر متبريه 7 و 56 في لا ديغنييغ فوا في لا فيديو اللي فات كنت استعملت الزبده كنت كنستعمل الزبده جوغ لا بخيغي فاميليا شي حاجه بحال هكا الناس قال لك لا خاصك ديري الزبده ديال اصل الحيواني سو هادي مرسومه فيها بقره سو اي واز ثينكينغ ميبي اتس حيواني. لي بات طابو يعني تبقى تخلط في الزبده تذوب ودير بوق 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 عاد ديك ساعات يو كود اد ذا فلاور بيشاميل. دابا انا فريمون خصني نكون كنعبر That's enough. Oh shit. I'm young. I think I'm going to finish this with a haircut. Hani, hani, we only live once. That was بزاف ديال الحليب ولكن رغم ما كنعرفش نعبر. المهم كنزيدو بزار ملحه وجوزه. ملحه. I'm young بزاف اوكي. عند جوزه. طاحت لي داخل اخلاق سميتها ماك اند تشيز او تشيز دي فرماج. اوكي عقلتي كنت درت لكم واحد اللعيبه بحال هكا كتبت فيها بارميزون اونتر غيمي اونتر نجيمات ما عرفتش شنو داكشي على اساس اني ما كنعرفش شنو كنعرف غير هي اي حاجه بارميزون شي لبان ما نعرف يساوي فرماج حمر عند الفطور. المهم ما عرفتش شنو الاخبار كنديرها كامله. دابا غنزيدو بوري ديال القرعة الحمراء هابطي الا بان لكم شي حاجه كحله كتسركل تما راه الكوزه طاحت لي هاي ويلي صايبت عشاء سموز نايس. ذا ثيرد ريسيبي بامبكن سبايس لاتي. بامبكن سبايس لاتي هو ادرينك قهوه بالقرعه. دابا دي فاش شفت القامات اللي كاينه فيها سبايس لاتي فيها القرفه ما يمكنش انا شحال اليرجي في القرفه كتخنقني سو فيها القرفه سكنجبير الجوزه اللي طاحت ليا في لي بات والقرنفل حليب ان صوص بان قال لك از ذيس ا صوص بان اي دون نو. اوكي سو بركه ما عرفتش
قال لك فانيلا اكستراكت وقال لك دير السكر. وانا ما عنديش الفانيلا واش غندير سكر فانيلا اوف كورس. ما عندش قرفة باسكو ارونا داي بالحق غادي ندير سكنجبير. القرنفل عرفتي القرنفل اش كندير انا به فاش كنت فاش كانت فينا كورونا كي ها احط القرنفل هنا كي هنا نضرب الدوسه القرنفل فيك لا غاكل القرنفل انت القرنفل دابا القرنفل ما عرفتش فين هو قال لك ما يغليش اوي نسيت ذا مين كاركتر بامبكن دابا وي غانا ميك ذا كوفي ياي شوفوا واش ندرت نايس الا اجي نتخيلوا بلي هذا هي اسبريسو اكسبريسو ماعرفتش قالك كنشدو هادي ديروها الاولى بدات كنشدو هادي نكبو هذا وات ذا فاك از رونغ وذ مي ناري ريحتها شحال مكتشهيش ماي جاد The fourth recipe رابع وصفة هذه وصفة مغربية سميتها caramelized pumpkin قلبت عليها لقيتها مكتوبة غير بالانجليزي ما عرفتش اش كتسمى بالضبط قال لك يديروها فاس اللي هي القرعة معسلة هاد الغصب هذه بحق شفتها واحد الفلوق ديال واحد الامريكاني واقيلا كيتسركلو وجاو المغرب وكياكلو السويتس الحلويات وكانوا فاس وفاش كانوا فاس عطاوهم caramelized pumpkin وعطاوها شي سمية ولكن هو ما عرفش يقولها وخوتنا المغاربة ما قالوهاش بجد وما سمعتهاش بالضبط شنو بغا يقول ما فهمتش خصني ندير الزبده ونلح فيها القرعه ونخليها طيب بونون 30 مينوت دونك ان شاء الله نفطر بها مع 7 الصباح الوغ الزبده فريمون ريحتها زوينه ولكن مش كتشمها بزاف كتعيفك بحال دابا صراحه كتعجبني كتعجبني الاخر كتجيني واحد الريحه القرعه Is this appealing? عندي مشكل دابا هنا قال لك 30 مينوت باش طيب ما كاملاش 5 دقائق تحرقت نورمالمون فاش كتحرك تولي الحاجه معسله That's the purpose If you think I will change this I won't قال لك كنزيدو معاه السكر العسل السكر بعدا شوفو ميال من بعد فينا هو عرفت كاين سكر بغا كاع عندي السكر ميال كاين الفوق ما فيهش باش يجيبو عندو راسنا الحال درناه القرفة ما نديروهاش حتى انا الرجيك سكنجبير واو سكنجبير راه كيدير مزيان شنو مازال ندير السكر الملح ما عنديش مع الزمان واش كيطيح لازم تكتري شويه ديال الملح الزعفران الزعفران الحر الدراري نو فلوغ دورانجي ذا مين كاركتر هو هذا مشيت باش نجيب فلوغ دورانجي لقيتهم بدلوا لي الحوايج لا داك هذا هو الوحيد اللي لقيت 400 ريال تخيل باك وي سيرفيس المهم نتوما عارفين بلي انا كنعطيكم غير وصفات كنراجع معاكم الوصفه كنغلط فيها وكندير الاغلاط اللي تقدروا نتوما ديروا باش فاش نتوما راه والله ما عرفتش علاش مثلا تفيقوا تقولوا بغيت نجرب هاد الحاجه تجربوها ما تغلطوش الاغلاط اللي غلطت انا اتليست تيست تيست سمحوا لي على هاد اللايتين المزعج سمحوا لي على هاد الانجول المزعجه سمحوا لي على بزاف اللي دخل كيبان ورايا anyway اول حاجه غنبداو بالتتبع بامبكن بوري ما كيشهيش الصراحه بسم الله ناري 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 دي كولا ناري شحال خايبه دابا ما داخلي حتى شي حاجه وفهم ما داخلي كلشي وما داخلي شي حاجه خاسره لا 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 نيكست وان ماك اند تشيز بامبكن ماك اند تشيز خاصها نورمالمون تكون سباغيتي مي بون كان خاصها تدخل الفران ما فيهاش ايوا كاع ما فيهاش جوع فيها نعس لا كنحس بها ما كنتشيز المهم كنحس بالبيشاميل مجهده كثرت واقيلا بيشاميل ما عرفتش سيبو البيشاميل مجهده بزاف الحاجه اللي عجبتني عاوتاني بلا السوغ اي الفرماج ان بامكن ما حسش بها انا هادي كنت باغا نذوقها ونجربها سو باد وفاش شفت لونها بالضبط يا ماتشي مع قميجتي فور يو جايز ام درينكين ذيس والله العظيم يا
نورمالمون هذا ما غنقان نهضر دابا انا ما باغاش ناكل نشربو. نورمالمون هذا كيكون في اماك باش تبقى شاده وتسخن به، معنا فيه خرز الصاده ما باغاش قيسو، كيديروا من الفوق لا كريم شانتي. انا ما عنديش ما نشريهاش، انتم تخيلوا ما هذا خرا، ضيعت ليله في راسكم الخمسه قل 25 مذاق القهوه كاين والله حتى سكنجبير سكنجبير حاسه به هنا هاد البلاصه هادي. ولكن واخا هكذاك فاش غادي يخرج في ستاربكس في الخريف، كيخرج في الخريف غنمشي نجرب. اوكي هاد الحاجه المحروقه هادي انا لي تخوك اللي كانوا كيبانوا ليا اكسايرين ما عجبونيش، حسك دابا هادي مي هادي الا كنتو كتعرفوها فين كتباع شنو سميتها بالضبط حيت راه هي اسم روكن ديش سايد ديش. قولوا لي فين نقدر نشريها واش ندوقها ولا شي حاجه. اتس نوت باد، غير هي محروقه فيها بزاف الاغلاط اللي باقي غتعجبني الا دقت الا دقت ديال بصح. ما بغيتش حتى اخرى مزال الضو تتصل من انها زوينه ما زويناش. عاوتاني الحلقه الثانيه القرعه دي اونلي بليس اللي انا فين غنبقى ناكلها هي كسكس. نطلق لكم شعري فور النهايه، قلت لكم السوالف ديالي باش نبان شي شويه بريزنتبل بس كنت سو تايرد. ثانكس فور جوينين ان اجين، اي هوب يو انجويد ذا فيديو، جيف ات ثامز اب. Anyway نشوفكم في الفيديو الجايه. انا فراسك ناعسه دابا، باي.